هو انا غريب؟ هتفضل غريب لحد ما تاخدني من ايدي على المأذون. هو انت عليك عفريت اسمه المأذون؟ ما سبق وقلت لك ان فلوسي والشركه باسم فاكيه واختها، ولو عرفت اني جوزت عليها مش بعيد تقلع عن هدومي. ده بدل ما تشكريني على الوظيفه. على ايه؟ انت ما وظفتنيش الا عشان تشوفني هنا. الله، ما انا عملت لك 100 جنيه شهريه، 40 جنيه هتقبضيهم من الشركه وال 60 جنيه هتقبضيهم من هنا. الله، هو حصل ايه؟ انا زعلتك في حاجه؟ 100 جنيه ايه يا حاج اللي انت بتعايرني بيه؟ ده ال 150 جنيه اللي اديتهم لي ما جابوش جنيه الا وفلوس. انا والله ما كان قصدي ازعلك. انت حماية كده ليه؟ عشان ما احبش حد يذلني بفلوسه. ما عادش اللي يذلك، هو انا لو بفكر في الفلوس كنت اشتريت لك شقه بالحلاوه دي؟ كل ده عشان خاطر عيونك يا حلو انت يا حلو. والحلو عايز يرسله على بر. تؤمري؟ لبن العصفور هجيبهولك. انت بس تخلي حكايه الجواز دي متاجله شويه لغايه ما اوضب اموري. انا كمان لازم اوضب اموري، وعموما انا جيت لك عشان ما تقولش عليا بنت بتاعت كلام عن اذن. تعالي هنا بتضحكي فين؟ يا حاج الساعه بقت 5:30 ولو اتاخرت عن كده يوسف يقطع خبري. يا بنت خليكي شويه. هو يوسف يستجري يمد ايده عليكي كده؟ يا لهوي، ده ايده طرشه. وبعدين انا لو اتاخرت كده كل ليله يا حاج ممكن يمنعني من الشغل، واحنا لسه قدامنا العمر طويل. انا في دلوقتي اعمل ايه؟ طب استني استني اوصلك اكثر في كساره.